يا صباح الخير، تحية طيبة مجددا لكل المتابعين الأعزاء. رجعنا لنكفي ما تبقى من حلقتنا لليوم، وبفقرتنا الأخيرة متابعينا رح نتحدث عن الطلاب الأجانب في المدارس التركية، وتحديدا التفاصيل التي تهم للعام القادم، موضع تسجيل بالمدارس، النقل من مدرسة إلى أخرى، وهذه التفاصيل اللي بتهم الطلاب في المدارس التركية. بنضم معنا بالاستوديو السيد مالك الغضبان، مستشار تعليمي وقانوني. أهلا وسهلا فيك أستاذ مالك. حياك الله أستاذة، أسعد الله صباحكم والسادة المستمعين بكل خير إن شاء الله. وصباحك يا رب. أستاذ مالك، خلينا نبدأ من الصف الأول، طلاب الجدد على المدارس التركية. امتى بيتم تسجيل طلاب الصف الاول؟ شو هي الاوراق الرسميه المطلوبه منهم لتسجيلهم بالمدرسه؟ هلا فعليا بالنسبه لطلاب الصف الاول وطلاب المدارس بشكل عام يبدا التسجيل من 14/8 14 اغسطس حتى 31/8 من الشهر القادم. بالنسبه للاوراق المطلوبه للصف الاول بيكون مطلوب الكملك او الاقامه، الادرس، القيد النفوس، وفي فورم بيعبوه بالمدرسة، بالإضافة لعادة بعض المدارس تطلب عدد 2 باكيت من ورق الآفور كدعم للمدرسة. هذه بالمجمل الأوراق المطلوبة للتسجيل الأولي بالنسبة لطلاب الصف الأول. لو تحدثنا شو هي الأعمار اللي حتكون مقبولة هاي السنة، احنا متحدث عن مواليد 2017 حيكون مقبولين لدراسة فصل الصف الأول هذه السنة في المدارس التركية. في حال الطفل أتم 66 شهر حتى نهاية الشهر التاسع، لو حسبنا اليوم عمر الطفل حتى نهاية شهر 9 وأتم 66 شهر، بإمكانه يقدم أوراقه للدخول كصف أول. نعم. طيب، قلت أنه بده إقامة أو كملك. في حال كان غير موجود، أو في حال كانت الإقامة مثلا إقامة الطفل منتهية، كيف ممكن الأهل يتصرفوا؟ هلا في بالتسجيل بالمدارس التركية الحكومية حتى الخاصة، للدخول الطفل على أو الطالب على السيستم لازم يكون معه رقم 99. في حال عدم وجود الرقم 99، في بعض المدارس ترفض التسجيل وبعض المدارس تقبل التسجيل كضيف. كل الأحوال مهما كانت المدرسة متعاونة ما تستطيع تسجل الطفل بدون وجود رقم 99 على السيستم. فحتى لو داوم الطفل وقبلته المدرسة حيكون هو أشبه بضيف، خارج السيستم، أشبه بضيف، نعم أشبه بضيف في المدرسة. يعني مش رح يحصل على جلاء مدرسي، ما رح يكون في له اسم ضمن المدرسة. احنا بسوريا كنا نسميه مستمع، هو أشبه بمستمع، أشبه بضيف. أوكي. لا يوجد له قيود على السيستم، بدون وجود الكملك أو الرقم 99 لا يستطيع دخول أي طالب إلى السيستم. إذا هون إذا الطفل ما عنده كملك أو إقامته منتهية، فهون احنا امام مشكله انه الطفل ما رح يتم تسجيله بالمدارس صحيح الحكوميه. صحيح. للاسف حتى للأسف. قلت المدارس الخاصه ايضا قد تعتمد على سيستم موضوع واحد. السيستم واحد. نعم. فهون في مشكله انه المدارس الخاصه قد يكون فيها مرونه اكثر تقبل الطالب، لكن دخول الطالب الى السيستم مرهون برقم 99. طيب، كيف اختار المدرسه لطفلي؟ هذا السؤال اللي كثير بنساله. كيف فيني انا اختار؟ شو شروط اختياري للمدرسه اللي حسجل الطفل فيها؟ هلا لو تحدثنا مثلا على طلاب الصف الاول او حتى طلاب المراحل المتقدمه في تركيا، كل طالب يتم فرزه الى اقرب مدرسه قريبه من عنوان سكنه. فلو كان مثلا الاسره مقيده سكنها مثلا في منطقه معينه، فالتربيه تفرز هذا الطفل الى اقرب مدرسه موجوده في الحي. في حال مثلا كانت الاسره لا يوجد لديها عنوان سكن، تقوم بتثبيت عنوان السكن ثم الذهاب للتربيه من اجل فرزهم الى اقرب مدرسه. تثبيت عنوان السكن شرط اساسي ايضا للتسجيل بالمدرسه. حتى في تركيا في شهر 8، يعني تحدثنا من 14/8 حتى نهايه 8، هي اسبوعين بيوقفوا تثبيت النفوس حتى يتم الفرز، بعدها بيعيدوا تثبيت النفوس. يعني انا انصح جميع الاهالي انه قبل تاريخ 14/8 لازم يكونوا مثبتين النفوس، خاصه اللي عندهم اطفال بالمدارس. فإذا أنا لا أختار المدرسة، الموضوع مش عندي أنه أنا أختار مدرسة جيدة لطفلي أو أختار المدرسة اللي أنا بدي إياها، لا، ضمن نطاق السكن، ضمن الحي اللي أنا ساكنه رح يتم فرز بحسب تماماً. العنوان تماماً. فرز الطالب عليه. طيب، هل هناك رسوم تدفع للمدرسة للصف الأول تحديدا؟ الأصل أنه لا يوجد رسوم تدفع للمدرسة، لكن عادة بعض المدارس تأخذ أشبه بدعم للمدرسة، أشبه بتبرع. بعض الإدارات، إدارات المدارس يعني تلزم الأهالي خاصة مع وجود حاجز اللغة. لكن الأصل أنه لا يوجد، وإذا وجد
يكون شيء رمزي، يعني نتحدث عن 100 ليرة ل 180 ليرة حسب المدرسة. تدفع هي لمرة واحدة أول السنة بالنسبة لطلاب الصف الأول. طيب في حال الإدارة طلبت مبلغ معين مادي من الأهل، شو ممكن يتصرفوا؟ يعني أنا اليوم طلب مني مبلغ وأعرف أنه مش مبلغ رمزي، يعني مثل ما يقال. في حال تجاوز المبلغ الرقم تحدثنا عنه 100 ل 180 ليرة في الشهر، حيكون هذا يعني شيء مبالغ فيه، ولازم ولي الطالب يراجع التربية من أجل هذا الأمر. لكن إذا قلنا من 100 ل 180 ليرة ل 200 ليرة، هذا يعتبر شيء معمول به حتى للأتراك. هذا أمر طبيعي يعني، وبالنهاية هو سعر أو مبلغ رمزي يعني. يعني احنا بسوريا كنا قديما تعاون ونشاط نعم، أشبه به يعني نفس الفكرة. طيب في حال المدرسة كانت ضمن نطاق السكن، وللأسف هي الحالة كثير بيواجهوها الأجانب تحديدا في تركيا ضمن نطاق السكن، لكن الإدارة ترفض تسجل الطفل، إما من مبدأ أنه ما عندنا مقاعد أو يعني بيصير في بعض الإشكاليات حول تسجيل الطفل. صحيح. كيف أنا أتصرف بطريقة صحيحة؟ صحيح، هي مشكلة كبيرة، مرت علينا أكثر من شخص استشارنا بهذا الموضوع، وللأسف يعني حجز اللغة أيضا بيكون عائق سبب في هذا المجال. الأفضل بهي الحالة التوجه لتربية المنطقة. مثلا أنا في منطقة الفاتح ذهبت المدرسة، المدرسة رفضت تسجلني لوجود مثلا عدم وجود مقاعد لامتلاء لتصرف مزاجي من قبل الإدارة أو ذلك، بيراجعوا التربية إما تلزم المدرسة بتسجيل الطفل أو تفرزه لمدرسة جديدة، أو بتم نقل الطفل لمدرسة أخرى. هلأ باسم عم بيقلنا عم نروح، بيقولوا ما في مكان، الأولوية لتسجيل الطلاب الأتراك بالرغم أنه المدرسة جنب البيت، وقال القيد مو تابع للمدرسة. يعني بعض الأوقات بيكون في هنالك حجج خلينا نقول من قبل الإدارة. أستاذة، بالنسبة خلينا نقول الكمية اللي بتستوعبها المدرسة، عادة مثل ما خبرتك بين شهر 8 بتنزل قوائم من التربية إلى المدارس، بيكون فارزين فيها الطلاب، موزعينهم ذكورا وإناث، موزعينهم نسبة الطلاب الأجانب في المدرسة. نعم. كل هذا موزع. لكن أحيانا بيكون شو يكون مثلا يجي شخص مثلا ثبت نفوسه حديثا أو ما نثبت نفوسه، فهذا بيحدث إرباك للمدرسة. فالأولى في حال وجود أي خلي يقول تعنت من قبل المدرسة، مراجعة التربية إما لإلزام المدرسة بقبول الطالب أو لفرزه لمدرسة جديدة. طيب هل نحن ممكن عبر موقع معين نعرف انه هي المدرسه هو قيدنا موجود بهي المدرسه ولا لا، للتاكد يعني قبل التسجيل؟ قبل التسجيل غير ممكن، لانه القوائم موجوده في المدرسه. غير بعد التسجيل، بعد التسجيل تنزل القوائم يعني على الاي دوله. طيب قلنا انه ليس هنالك اي مبالغ ماليه غير شيء رمزي يطلب اثناء التسجيل، وممكن بعض الادوات المدرسيه اقلام للوح او حتى الاوراق او يعني شيء رمزي في اطار مساعده، في اطار الدعم للمدرسه، ليس في اطار تكليف الطالب ما لا يطيق يعني. تماما. طيب هذا الشيء بالنسبه لطلاب الصف الاول. الصفوف الانتقاليه هي صفوف اساسا تنتقل من صف الى اخر بسيستم المدرسه، والامر لا يحتاج لاي عناء من قبل الاهل، يعني ملاحقه تسجيل الطفل. لكن في حال انا بدي انقل الطفل من مدرسه الى اخرى لانه تغير سكني مثلا خلال فتره الصيف، هل يلزم انه اخذ ورقه من المدرسه القديمه ولا كيف، ولا لا خلص اوتوماتيكيا بيتم تسجيل الطفل او نقله الى المدرسه الاخرى؟ بهذه الحاله اولا بيجيب لا مانع من النقل من المدرسه الاولى، ويكون قيد نفوسه اللي هو قريب من المدرسه الثانيه. نعم. ويذهب مع الورقه اللا مانع من النقل الى المدرسه الثانيه، وينقلوا مع الاوراق الثبوتيه اللي هي شهاده الصف السابق والكبلك وصور شخصيه وهي الاوراق الروتينيه. هل في مشكله بالنقل اثناء السنه الدراسيه؟ هل النقل لازم يكون اول السنه ولا لا، انه باي شهر من اشهر الدراسه ممكن انا يتم نقل الطالب من مدرسه الى اخرى؟ هلا الافضل انه ما يتم نقل الطالب في داخل الفصل، يعني اذا كان في فصل دراسي غير منتهي الافضل انه ما يتم نقله الا لحالات اضطراريه معينه، كنقل سكن او ما الى هنالك يعني، او اضطر الطالب مثلا ينقل لغير ولايه. بهي الحاله ممكن يقدم طلب كاستثناء، لكن الاصل انه الطالب ما ينقل الا لانتهاء الفصل.
إذا انتهاء الفصل الأول مثلا في العطلة الصيفية ممكن ينقل، في العطلة الصيفية بعد انتهاء السنة الدراسية ممكن ينقل، لكن في وسط السنة الدراسية بيكون صعب على الطالب وصعب على المدرسة من حيث التوزيع اللي تكلمنا عنه. نعم، لنختم موضوع الصف الأول، هل شرط الطالب يتكلم اللغة التركية كأجنبي؟ أم إذا هو لا يتكلم اللغة التركية ما في أي مشكلة بهذا الأمر بتسجيله بالمدرسة الحكومية؟ حتى بالصفوف العليا يعني ما في أي مانع بتسجيل الطفل أو الطالب بالمدارس التركية الحكومية حتى لو كان ما يتقن اللغة التركية، وغالبا يقع يعني عبء تعلم اللغة التركية على الطالب سواء كان في الصف الأول أو المرحلة الإعدادية أو حتى الثانوية. نعم. يعني المدارس التركية لا تلزم الطالب بهذا الأمر، وإنما الطالب يجتهد في تحسين اللغة وتطويرها. في كان ببعض البرامج بالنسبة للطلاب السوريين كاستثناء باعتبار العدد كبير وباعتبار يعني يعتبروا كلاجئين، فتم بعض برامج الدعم المسائية في بعض المدارس، يعني أعطت بعض البرامج لدعم اللغة التركية خارج الدوام المدرسي، وفي الصباح يكون مثلا في دوام الاعتيادي وفي المساء يكون في برنامج الدعم بالنسبة للغة التركية. تمام. طيب ننتقل إلى الصف اللي يعتبر أيضا صف انتقالي ومهم جدا، هو الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية من الصف الرابع إلى الخامس. هلأ كثير من الأجانب لا يعلمون أنه هذا الصف هو صف مهم لاختيار مدرسة جيدة للطالب، وأنه هنالك صفوف مميزة مثل خلينا نشبهها بمدارس المتفوقين أو صفوف المتفوقين بالعالم العربي. صف البروجي بالصف الخامس، كيف فيني أنا شو شروط دخول الطالب لصف البروجي بالصف الخامس؟ شو هي العلامات المطلوبة منه؟ وكيف فيني أنا أسجل أو أختار مدرسة جيدة لطفلي بهذا الصف؟ هلا فعليا بالنسبة لصفوف البروجي احنا متحدث عن انه هي الصفوف يتم اعدادها للمسابقات الدولية ويحضروا فيها الطلاب ببرامج خاصة في دروس خاصة بالإضافة للمنهج العام. هذا بالنسبة لفكرة صفوف البروجي، هي تكون أعلى من حيث الطلاب اللي يتم انتقائهم. طبعا الانتقاء بيكون من قبل وزارة التربية بناء على معدل الطالب، وأحيانا بيتم انتقاء المدارس بناء على المعدل الأعلى. يعني حتى المدارس مو كل المدارس هيكون فيها بروجي، البروجي بيكون بالمدارس اللي حصل الطلاب على أعلى معدل فيها بالمقارنة مع المدارس المحيطة. هذا بالنسبة لفكرة البروجي. بالنسبة للتسجيل الطالب مثل ما حكيت لك أنه التسجيل ما يكون أنه أنا بستطيع بسجل ابني بروجي والثاني ما بيستطيع يسجل ابنه، الأصل هو المعدل. فإذا كان معدله بيدعم أنه هو بيروح معدله بروجي معدله بالصف الرابع قد يعني هو بحسب معدل الصف حسب الرابع معدل قادر أو غير قادر على الالتحاق تماماً. بصف البروجي نتحدث إحنا حوالي 70% يعتمد على المعدل. أحيانا بعض صفوف البروجي بيتم دعمها ببرنامج اللغة، يعني أحيانا بعض البروجي هو مشروع. يعني لو ترجمنا البروجي للغة العربية هو يكون مشروع، فبعض الصفوف مثلا صف الخامس يكون صف بروجي يعني صف مشروع، يعني هذا الصف حيكون عنده مشروع يعمل عليه خلال السنة. فبعض الصفوف يكون عندها مثلا برنامج لغوي أنه أنا لازم أتقن خلال هاي السنة مثلا لغة معينة أو لغتين، فبيعملونهم مثلا مثل امتحان بناء على الصفوف السابقة، امتحان مثلا لغة إنجليزية، فبياخذوا 30% من علامة هذا الامتحان أيضا كتصنيف كانتقاء لدخول لصفوف البروجي. إذا صف البروجي مثل ما قلنا هو صف المشروع اللي بيعطي خلينا نقول اهتمام بجوانب أخرى هي غير موجودة بالصف العادي مثل اللغات. تماماً. بمدارس الإمام خطيب على ما أعتقد موجود بروجي مثلا تحفيظ قرآن. تماماً. أو لغة عربية. تماماً. فهون نحن بنعطي قوة إضافية للطفل بتعلم مهارات أخرى إلى جانب المنهج الدراسي الاعتيادي اللي هو للصف الخامس. قد يكون بروجي مثلا لغة، قد يكون مشروع فني، قد يكون مثلا حفظ قرآن كما ذكرتي. يعني البروجي مش شرط لغة، لكن البروجي أنه الصف هذا يكون عنده مشروع خارج المنهج. هذا خصو فيه الطلبة المتفوقين يعني، لكن هني ما عملوها على شكل مثلا لما كنا بسوريا كان في مدارس منفصلة هي تعتبر مدارس متفوقين، فأي حد دخل هاي المدرسة يعتبر أنه هو متفوق في شروط معينة. أما بالنسبة للبروجي بتركيا هو أنه في مدارس معينة نفس المدارس الحكومية نفسها يكون فيها صفوف معينة هي صفوف بروجي.
ويحق للأجنبي كما يحق للتركي التسجيل. طبعا ما في أي مانع بالنسبة للأجنبي بشرط التفوق، بشرط التفوق والحصول على معدل، وطبعا المعدل يختلف من مدرسة إلى أخرى، يعني مش معدل ثابت بكل المدارس. لا هو المعدل الأعلى، ما في تحديد لمعدل معين، هو المعدل الأعلى بالمقارنة مع الأقران. تماما. طيب بشكل عام صفوف البروجي يطلب من الطالب مثلا دفع ايضا مبالغ اضافيه للمدرسه بعد التسجيل؟ لا يوجد دفع مبالغ اضافيه باستثناء المبالغ اللي تكلمنا عنها تكون رمزيه ودعم للمدرسه. اما مبالغ رغم انه بعض المدارس يطلب من الاهل بصفوف البروجي دفع مبلغ معين، مثلا بيقولوا انه نحن راح نهتم اكثر بالصف فنحن بحاجه مصاريف اكثر، او سنجلب مثلا استاذ متمكن اكثر هو خارج خلينا نقول خارج الكادر. نعم الكادر الموجود في المدرسه. نعم. فهذه قد تكون تكاليف اضافيه بحسب المدارس. صحيح، هذا القرار استاذه بالنسبه للمدارس الحكوميه في تركيا في عندها نوع من اللامركزيه بالقرارات، يعني في مدارس احيانا بتتعاقد مع معلمين خارج اطار التربيه، في عندها هي الحريه بهي التعاقد. نعم. بالنسبه لموضوع المالي تحديدا للمدارس، ما يمكن انه احنا خلينا نقول ان اطروا في اطار قانون، يوجد قانون انه انا لازم ادفع للمدرسه هذا المبلغ. هو يبقى في اطار التطوع والتبرع، ما فينا نلزم العائله، ما في قانون يلزم العائله بدفع مبلغ مالي معين للمدرسه الا في اطار التبرع. يعني في حال العائله غير قادره على دفع هذا المبلغ لا تدفع، لا يلزم عليهم. نعم. يعني دفع. نعم. هذا المبلغ قدم ولي الامر الطالب دلكشة انه انا حالتي الماديه لا تسمح وما بيدفع. حتى يعني بالصفوف العادية الأول والثاني وهذه الصفوف يعني يطلب مثلا كتب خارجية، مشاريع خارجية أيضا تكون مكلفة ببعض الأوقات، لكن بيكون في هنالك مساعدة من الأساتذة إنه إذا حبيت تجيب لطفلك وتساعده لحتى يتفوق مثلا أو يدرس أكثر فممكن أنت تضيف هذه الكتب. صحيح أي تقع على عاتق يعني الطالب الكتب اللي هي حتى كتب البروجي نفس الشيء. يعني كتب البروجي مثلا لو اتفقوا مثلا على حتى بيعملوا اجتماع لو أو مع اولياء الامور المعلمين لما يحددوا البروجي اللي راح يشتغلوا عليه، بيعملوا اجتماع مع اولياء الامور في مجلس المدرسه، ومثلا وقع اختيارهم على كتاب معين، فشراء الكتاب هذا يقع على عاتق الطالب. تماما. يشترط بالصف الخامس، أنا انتقلت إلى الصف الخامس، يشترط أيضا أنه المدرسة تكون ضمن الحي المقيم فيه أم لا؟ وبالنسبة لصفوف البروجي أنا ممكن أختار أي مدرسة فيها بروجي بحسب معدلي، وهذا الأمر لا يرتبط بمكان المدرسة إن كان قريب من السكن أو لا. هو الأولوية للمكان السكن دائما الأولوية. نعم. للمدرسة. نعم. الأقرب. نعم. هلأ إحنا نتحدث مثلا عن عدد مدارس البروجي بتركيا، نتحدث عن 200 مدرسة تقريبا. أنقرة العاصمة فيها 23 مدرسة بروجي، فمدارس البروجي هي أقل من عدد المدارس العامة، ففعليا ممكن يكون الأقرب، لكن إذا ما كان في أقرب مدرسة بروجي ممكن يروح للأبعد، ما في مشكلة إذا كان معدله يأهله من هذا الموضوع. طبعا خلينا ننوه أيضا فكرة مدارس البروجي هي مش خاصة بصف الخامس، ممكن الانتقال من الثامن إلى التاسع. صحيح. أيضا أنه أنت تسجل بمدرسة بروجي وهي يعني مثل ما قلنا مميزات إضافية بتعطي قوة للطالب. خلينا نقول هو الانتقال يعني خارج النشاط المدرسي. تماما. يعني نشاط شيء إضافي، احنا بنسميه يعني نشاط لا مدرسي، يعني فعليا عشان ما يكون عندنا طالب بس ملتزم بالمواد والمنهج الموجود الدراسي. عشان نعطي الطالب فرصة أنه هو يبدع خارج المنهج، تم إعداد هذا المشروع. هي فرصة رائعة للطفل أنه يتميز ويبدع ويعطي مهارات جديدة. هذا يعتبر تمهيد للطالب عشان هو لما يوصل لمرحلة الجامعة هو يكون اكتشف ميوله، اشتغل على مشروع مشروعين ثلاثة، عرف هو ميوله، عرف إبداعه، عرف مكانته وين راح يكون، عرف شو هو اللي يناسب شخصيته. ففعليا لما يكون وصل للجامعه يكون هو جرب اكثر من شيء. لانه نحن مشكلتنا انه نحن نكون ملتزمين بالمنهج الدراسي، فالمنهج الدراسي هو فرض، اما المشروع انت قد تجد في نفسك في مشروع من هي المشاريع اللي بتمر معك مثلا من الصف الخامس لحتى الصف الثاني عشر، فانت بتكتشف ميولك قبل الجامعه. نعم. فهذا يمهد لي خلينا نقول دراسه تخصص جامعي يرتبط مع ميولك وشغفك. تماما. طيب صفوف البروجي هل هن ملزمين بساعات دوام اطول من الصفوف الصف الخامس العادي والغير بروجي؟ لا، هلا بالنسبه لصفوف البروجي ما في ساعات اطول الا بعض الساعات اللي هي خارج النشاطات، تعتبر ما تعتبر ساعات دراسه. في تكثيف لدراسه بعض المواد على حساب
بعض المواد الأخرى، يعني ممكن هن يقللوا عدد ساعات اللغة التركية ويزيدوا عدد ساعات اللغة الإنجليزية إذا كان بروجي إنجليزي. نعم، هذا هذا في في مع مع الإدارة في المدرسة ومجلس الأولياء في في نوع من المرونة والاتفاق حسب المشروع وحسب الاحتياج، يعني ممكن ينقصوا عدد الحصص الثانية في سبيل يزيدوا عدد حصص المشروع. تماما. طيب خلينا ننتقل لفكرة، قلنا هذا شيء بينطبق على المرحلة الإعدادية وأيضا المرحلة الثانوية، وهي معلومة مهمة للأهالي وخاصة الأجانب اللي هنا غير لحد الآن معلوماتهم قليلة حول كيفية الدراسة بالمدارس التركية. طيب في حال الطالب اضطر يغادر الأراضي التركية إلى خارج تركيا إلى دولة أخرى، ماذا يتوجب على الطالب لحتى يستكمل دراسته بالدولة الجديدة؟ هلا متحدث مثلا عن طلاب العرب، أي طالب أنهى صف دراسي في تركيا بيحتاج أنه يستصدر الجلاء المدرسي ويستصدر معه أيضا وثيقة تثبت التخرج. هذه الوثيقتين بيصدقها من مديرة التربية في المنطقة، يصدقها من والي اسطنبول مثلا إذا كنا باسطنبول، يصدقها من سفارة البلد أو قنصلية البلد وياخذها للدولة اللي رايح لعندها. بهي الحالة يكون إن شاء الله ما أموره سليمة. يفضل مثل ما حكيت لك إنه يكون في عنا صفوف منتهية، يعني بوسط العام الدراسي الأفضل صعب أو بيعمل مشاكل ما نعيق هذا الأمر بالنسبة لمستقبل الطالب. والأوراق الرسمية التركية معترف عليها بأي دولة بيروح عليها الطالب، بشرط عمل تصديقات اللازمة من سفارة البلد أو قنصلية البلد اللي أنا رايح عليه. مجرد أصدقها إذا كانت الدولة اللي رايح عليها دولة عربية بترجمها للغة العربية بهذا الشكل. نعم، دائما في هنالك سؤال أيضا يعني بيكون بين الأجانب، هل التحاقي بمدارس خاصة دولية في تركيا بيخول الطالب فيما بعد بالمرحلة الجامعية أنه يلتحق بالجامعة الحكومية في تركيا أم لا؟ أم لازم أنا أكفي بجامعات خاصة؟ نعم، هلا فعليا بالنسبة لهذا السؤال الأصل أنه أي حدا درس بمدرسة خاصة يحق له يكمل جامعة سواء حكومي أو خاص، هذا الأصل. لكن إذا كان في مشكلة بالاعتراف بهذه المدرسة أو مشكلة بمعادلة شهادتها فهذا بيسبب مشاكل للطلاب. يعني أنا قبل ما أسجل ابني مثلا كشهادة ثانوية مثلا كبكالوريا بأي مدرسة خاصة بتأكد أولا أنه هذه المدرسة معترف فيها من قبل التربية التركية، عندها شهادات، عندها تعديل. لانه اليوم نحن اي طالب يسجل بالجامعه ممكن الجامعه الخاصه تقبله او الجامعه الحكوميه حتى تقبله، لكن بتعطيه مثلا شهر شهرين حتى بيجيب المعادله. في حال ما استطاع يجيب المعادله لانه المدرسه اللي دارس فيها ما نعترف فيها فهذا راح ياثر جدا على مستقبل الطالب وممكن يفصل من الجامعه. فالاصل انه مقبوله المدرسه الخاصه او المدرسه الدوليه، لكن التاكد من الاعتراف والتاكد من المعادله قبل تسجيل الطالب والمغامرة بمستقبله. نعم، المغامرة بمستقبله ممكن هذا الشيء يأثر عليه يعني بدخوله إلى الجامعات بالنهاية. بنشكرك جزيل الشكر مالك الغضبان مستشار تعليمي وقانوني، شكرا جزيلا لانضمامك. نتمنى أن نكون وضحنا الأفكار المهمة بما يخص طلاب الأجانب في المدارس التركية. دائما حاولوا تستفسروا وتسألوا، وكوننا نحن يعني غير مطلعين على بعض التفاصيل القانونية أيضا بما يخص موضوع الدراسة في المدارس التركية لحتى تكون مقبل أنت وطفلك على سنة دراسية بكل ثقة وتكون سنة دراسية موفقة للجميع يا رب.